للمزيد حول تفاقم أزمة الجفاف في العراق مع مخاوف من شح المياه مياه الشرب، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا أخي. دكتور، الحكومة وظيفتها أن تبرر وتسوغ الجفاف الحاصل في البلاد وفي قضايا أخرى بطبيعة الحال، لكن نتكلم عن الجفاف اليوم وبقلة الكميات الواردة من دول المنبع. لكننا إذا وقفنا على الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، هل نتحدث فقط عن السبب الذي تبرر به الحكومة أم أن هناك أسباب أخرى وسوء إدارة في هذا الملف المهم؟ نعم، هذه بالحقيقة أزمة المياه سببها ثلاث نقاط رئيسية. الأولى اللي تفضلت فيها أنه كميات المياه الواردة من دول الجوار أقل من السابق، وخاصة مثلا تركيا وإيران. إيران عندنا احنا 42 مجرى مائي كلها قطعت عن العراق مياهها. هذا أحد الأسباب. السبب الثاني هو التغير المناخي، والمنطقة الشرق الأوسط هي من المناطق اللي تتأثر بشكل كبير جدا بالتغير المناخي، وخاصة العراق، وأعلى درجات حرارة سجلت العام الماضي بالحقيقة كانت في العراق، يعني وصلت أكثر من 50 درجة مئوية في بغداد. النقطة الثالثة والمهمة جدا هو سوء إدارة الملف المائي داخل العراق. يعني احنا من عندنا هذه الأزمات والتغير المناخي ودول الجوار قللت الإيرادات، المفروض احنا عندنا خطط لتلافي هذا الموضوع، لكن مع الأسف احنا ما عندنا خطة حكيمة تتماشى مع الواقع الحالي ومشاكله والتوقعات المستقبلية. واحنا يعني كثير من المرات تكلمنا عن هذا الموضوع في قناتكم الكريمة، لكن مع الأسف ماكو رد فعل جدي من الحكومة حول هذا الموضوع. نعم دكتور، بحسب الخبراء فإن الصيف المقبل سيكون الأسوأ في تاريخ العراق بحسب لجنة الزراعة النيابية، كيف يمكن التعامل مع هذه الأزمة؟ نعم، يعني حتى السيد وزير الموارد المائية تكلم حول هذا الموضوع، وكان في قبل شهر تقريبا مؤتمر في جامعة الأنبار بحديثة، وحضر السيد الوزير وأنا كنت حاضر، وكان أيضا الكلام حول هذا الموضوع. لكن المشكلة أنه الوزارة وحدها ما تقدر تسوي شيء لتلافي هذه الأزمة إذا ما الحكومة دعمت هذه الوزارة. يعني أبسط شيء التخصيصات المالية، يعني أنت من تريد تقوم بأعمال غير موجودة على جدول الوزارة أو جدول أعمال الوزارة أو خطتها لتلافي مشكلة معينة، يحتاج لك إلى مخصصات مالية. المخصصات المالية إذا يعني نلقي نظرة عليها نشوف أنه وزارة الموارد المائية من أقل الوزارات في التخصيصات المائية، فلذلك نشوف أنه أكو كلام لكن فعل على أرض الواقع ما موجود، والحلول هي حلول ارتجالية آنية لتلافي أزمة لوقت محدد معين، ومو حلول بعيدة الأمد إطلاقاً. نعم. دكتور، قد يقول قائل إنه الجفاف جزء من ظاهرة التغير المناخي الحاصل والذي تعاني منه العديد من الدول، لكن بعض الدول تبتكر طرق وأساليب للتعامل مع هذه الأزمة ومع التغير المناخي. أما في العراق فيبدو أن الحكومة استسلمت أو تريد أن تستسلم لهذا التغير المناخي كما هو الحال في باقي الملفات. ما رأيك في هذه النقطة؟ كلامك صحيح جدا، يعني هو مو بس العراق ده يتأثر بالتغير المناخي، صحيح بعض البلدان ده تتأثر مثل العراق بالجفاف، وبعضها بالعكس
تكون هناك كميات هائلة من الأمطار أكثر من المتوقع. ونلاحظ نوعين من هاي الدول، سواء إذا كميات المياه كانت أكبر من المتوقع أو أقل جافة، أعدت خطط استراتيجية تتعامل مع الوضع القائم. يعني مثلا بريطانيا تزيد بها كميات الأمطار مثلا، فعندهم مشكلة أنه المجاري ماذا تستوعب كميات المياه الهائلة، فبدأوا يشتغلون على تغيير تصاميم المجاري مثلا. دول أخرى مثل العراق جفاف أيضا بدأوا يشتغلون حتى يحلون هذه المشكلة، مثلا الاعتماد على الموارد غير التقليدية من المياه، مثلا تقنين كميات المياه، وضع برامج للتوعية الجماهيرية. يعني احنا إلى الآن ماكو فد برنامج رصين للتوعية الجماهيرية. يعني بالعكس مثل ما تفضلت في البداية، دائما المسؤولين من تصير مشكلة يطلع يعطيك 200 مبرر كأن شيئا لم يكن. وتتكلمت عن مثلا وزارة البيئة، قبل شهرين تقريبا أحد المسؤولين بوزارة البيئة سئل عن هذا الموضوع. يعني من تسمع كلامه كأنه العراق متخذ كافة الإجراءات أحسن من أحسن دولة أوروبية أو أي أمريكية، إجراءات دكتور؟ لكن الواقع أن وزارة البيئة ذاتها تتكلم عن نسبة تلوث الأنهار التي بلغت 90% بسبب مياه صحيح الصرف الصحي التي تصب فيها. يعني لا أعرف، صحيح يعني أو هذه إذا كنا نتحدث عن تغير مناخي وعن جفاف لأسباب منطقية، فبأي أسباب منطقية تتلوث مياه الأنهار بهذه الطريقة؟ أي لأنه ماكو رقابة ولا أكو أي إدارة حكيمة لتلافي التلوث. هذا يعني شيء مو جديد للعلم. يعني إذا ترجع إلى تقارير البنك الدولي سنة 2006 تكلم عن هذا الموضوع، وتكلم عن الكميات الهائلة من المياه العادمة اللي تصرف إلى الأنهار مباشرة بدون أي تعامل معها. إضافة إلى اللي تفضلت به، للعلم نفس التقرير يقول أنه شبكات توزيع المياه للشرب مهترية، بحيث أنه فعاليتها هي 30% فقط، ونفس الشيء شبكات المياه العادمة أيضا مهترية، وده يصير خلط بين الشبكتين. يعني المياه اللي توصل للبيوت معظمها ملوثة بالحقيقة، فهذا شيء خطير جدا يؤثر على صحة الإنسان. ومع الأسف ماكو أي تحرك من قبل الحكومة حول هذا الموضوع مع الأسف. إضافة التحرك، إلى نعم التحرك من عفوا، الحكم، يعني نعم مو بس المياه العادمة، لعلمك أعطيك مثال آخر. عندي كثير من طلاب الدكتوراه اشتغلوا على مركبات النفايات المنزلية. نعم زين، أنت شوف وين مكبات النفايات، تلاحظها بأتعس الأماكن قرب الأنهار. يعني إذا أنت ملايين الأطنان من النفايات المنزلية دببها قريب الأنهار، زين، مو هذه كل المواد السامة الملوثة منها ده تروح للمياه النهر وتلوثها مع الأسف. نعم عفوا الحكومة التي ذكرتها دكتور وظيفتها أن تعترف أن 18 محطة صرف صحي في بغداد وحدها تصب في مجرى نهر دجلة دكتور، ويعني هذه جريمة مكتملة الأركان عندما نتحدث عن نهر من المفترض أن يغذي الناس بالمياه العذبة يتحول إلى يعني مصدر تهديد صحي وبيئي. صحيح. يعني مو انا ارجع واقول لك، يعني هاي مو مسألة جديدة، من 2006 تكلم عنها تقرير البنك الدولي، وده زيد مع الأسف. ومو بس محطات صرف المياه الصحي عفوا، حتى المبازل ومكبات النفايات والمصانع، كل المياه العادمة
الملوثة هي تتصرف إلى النهر بدون أي تعامل معها. فطبعا التلوث يزداد مع الزمن مع الأسف. نعم، أشكرك جزيلا دكتور نظير عباس الأنصاري الأكاديمي المتخصص والخبير في شؤون المياه، شكرا لك.